مرحبا مواليد برج الجوزاء، كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 11 للأحد 17 ديسمبر؟ شوفي عنا بهيدا الأسبوع؟ أنتم بتعرفوا إنه الشمس معاكستكم، كوكب المريخ معاكسكم، عنا بهيدا الأسبوع قمر جديد كمان رح بيعاكسكم وذلك يوم ثلاثة منتصف ليل ثلاثة أربعة من برج القوس، يعني عنا قمر جديد حسب كل برج وين واقع بالنسبة لإلكم لأ يقع في معاكسة لإلكم، ففي عنا ثلاث أيام بدكم تنتبهوا فيها وبعدين بتفتح بوجهكم وبتصير الامور شوي سلسه اكثر خلونا نشوف كيف بدها تكون الاحوال الفلكيه مثل احوال الطقس الاحوال الجويه تنين الثلاثه والاربعه القمر رح بيكون ببرج القوس المعاكس لكم مع الشمس ومع المريخ القمر مع من التنين الساعه واحدة وعشرة الظهر توقيت بيروت الشتوي كل يوم الثلاثاء والاربعاء حتى الساعة خمسة ونص المساء توقيت بيروت الشتوي هلا التنين الصباح القمر منه معاكس القمر بيكون ببرج العقرب عم بيساعدكم تسهلوا بعملكم مع انه فترة شوي طويلة وفيها شغل صباح التنين. لكن بتضل مسهلة وميسرة لما بيروح القمر لبرج القوس وبيبقى حوالي خمسين ساعة بدكم تنتبهوا لأن فترة ضغط عليكم فترة ضاغطة على مختلف الأصعدة أو يمكن على صعيد معين هيدا كله من وراء النفسية والانفعالية اللي عندكم إياها إذا أنتم بتكونوا هادين ورايين ما رح تتأثروا بهذه الضغوط من القمر ومن الشمس ومن المريخ وبالتالي بيمرق بتمرق الفترة مرور الكرام بدها شوية تمرين وبال طويل وبتقدر تمشي وما بيصير شيء القمر الجديد ببرج القوس يقع في البيت السابع له علاقه بشخص اخر له علاقه بجهه اخرى في يكون شخص بتعرفوه شخص غريب يمكن يمكن يكون شريككم الحياه يمكن يكون رفيق لكم يمكن صديق لكم زميل لألكم يمكن اشخاص غرب بتلتقوا فيهم على الطريق يمكن مشكل معين بيصير او خلاف او جدال ويمكن من الناحيه الايجابيه يكون تعارف يكون صداقه يكون في في نوع من ارتباط عاطفي يمكن يكون في ارتباط شغل اهم شي تنتبهوا على المزاجية اذا حسب المزاج اذا بتقدروا تسيطروا على مزاجكم مش المزاج يسيطر عليكم او الفلك بتقدر تمرق هذه الفترة بطريقة سلسة ومفيدة الأربعة المساء بترتاحوا بتروح على الغيمة الأمر برج الجدي بيساعدكم الخميس والجمعة الأمر ببرج الجدي حتى الساعة 8 المساء فرح بتكون فترة حلوة بترتاحوا بتقدروا توقفوا على إجريكم مجددا تتصالحوا مع حالكم تتصالحوا مع غيركم تزبطوا أموركم وتجددوا المعطيات تصلحوها وترجعوا تقووا الروابط اذا هالروابط انتزعت الساعه 8 المساء يوم الجمعه توقيت بيروت الشتوي أه حلوه المفاجاه لانه القمر بيروح لبرج الدلو أه طبعا هوائي صديق لإلكن، فبتكون الفرايدي نايت ليله الجمعه حلوه مريحه للاعصاب وللنفسيه فيها مصالحات وجو رومانسي السبت ايضا وكل يوم الاحد حتى الساعه عشرة المساء توقيت بيروت بيروح من بعدها لبرج الحوت اذا فتره وجود القمر في برج الدلو فتره اكثر من مناسبه لتصلحه علاقاتكم لتكونوا رومانسيين الا تكونوا شغالين لحتى تنتبهوا لرفقاتكم لعلاقاتكم الاجتماعيه المهنيه العائليه وما شابه. الاحد المساء الامر ببرج الحوت بيرجع بسبب لكم شويه تعب فبدكم تنتبهوا انه احتمال انه ليله الاحد ترجع نوعا ما تكون شوي متطلبه، انتم بتفكروا انه يمكن اعصابكم تعبتوا او هلكتوا او يمكن فضيتوا طاقتكم خلال الاسبوع المهم القمر برج الحوت المساء يمكن يوجع لكم راسكم شوي الاكثر عرضة هذا الاسبوع للمتاعب 9 إلى 16 حزيران يونيو هيدي معاكسه الشمس لالكن ومواليد 12 و 13 حزيران يونيو لازم ينتبهوا لانه طاقه معاكسه القمر الجديد بتكون لالكن. أه بجميع الاحوال مثل ما سبق وقلت لكم كل الاسبوع في يمرق بطريقه جيده. تابعوني مع الابراج اليوميه والشهريه للمزيد من التفاصيل، باي باي.